وما قل كفى بالله
يعلم ما في السماوات والأرض وللذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. والذين صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزب شبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمير المسلمين والملائكة المقربين رسول الله أرواح جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرواح أهل بيته وسيف فاطمة وسيف الحسن والحسن 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 يا أولي المشرق والغرب أينما كانوا خذوا والله خذ أحوال أبيها محمد صلى الله عليه وسلم سيد محمد صلى الله عليه وسلم شيخ محمد أشرف عبد الكرم بين البنجل وغسل 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 وخالد والد والدي عم سيدنا ان الله تبارك وتعالى وينبع لي باسره وان يرضى على هدينا وعلى كل من يسال الله فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بدو اياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالكون أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفا تخلق يا ربي صل على محمد
يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قطع عراق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قطع عراق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن يحمل النبي توثاق. محمد يا ربي ربي صل على محمد ويا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان والواضح برهان والمبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجد وعظم شانه وخلق الخلق الحكمة وطاع لها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان. فما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت طرد العوالم بطراز التكريم. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا آلاء
قلب شروره قد توالى يا حبيب العم الأنام نغالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وزن اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فانفجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم أشرف الصلاة والتسليم سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادتي يعلو بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وأصل وجودنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل مستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من ملة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة روح المصلي عليه بصلاة
روح المصلي عليه بصلاة يتصل بها روح المصلي عليه به ينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه يغطى بها بعناك الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صهوة المجد وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأطوال من شذكراه النسيم الله الصفا والمنايا بخيت من حبكم يظفر بما تتمنى صباحا وممسا لا يحصل مطالب وما كان يرجى كل ما حبكم يا هلا يا هلا يا هلا بالشفاعة من المختار في يورد الحوض ما يسقي بالكأس مما حوض صافي مصفى دائم الذقف محلى حبيب القلب والله من شاء سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا الكون لولا لولا ريت حذف المدينة يا
يعتكف في مصلى بالحبيب المشفع ليلة القدر والجاه أدرك على من في قصيدة ومغنى صلوا على من حبه الله وسماه خاتم الرسول من علمه علمه وأسماه Oh,
Yeah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، لما تعلقت إرادة الله العلم القديم بظهور أسرار التأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتعريم، نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والنعمة الغامرة، فانفلقت بدت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مسود بالعين أو في الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما من ذنب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو كرم التام الذي يتنقل في بروزه ليتصرف في موضع اقتصاره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأجلية بما قدت وأظهرت من ذر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الباهرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى بدا في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأبكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الهروب لأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت العصور في بإسراء توصى في ذلك الموصوف تسويقا للسامين من هوس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا بأن تغرب الأقلام عن دون خير الأنام، ولكن هجني لا تدوين ما حبته من جرب المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منذورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تنقية الحديث الكريمة ولايت تسويق إلى السماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان من رحيل ذلك النعيم. صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عانى للكلام يخط ما يخط ما خرق فيه الأنامل، مما استفاد القلب من صفات هذا الأرض المحبوب الكامل، وسمائل التي عصنا شمائل، وهنا عصنا النصب سما بين في شان هذا الحبيب من أخبار وآشر، ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء القبة والنور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أرجى عبد الرزاق بسند جابر عبد الأنصار رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي، أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البشر. وقد تعدت روايته بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا، ولما كانت سعادة العبادية لها ملاحظة خفية احتضت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين، فتلقى هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم.
حتى وصلت بعذر العلم القديم إلا من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القرد العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فطلقه صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فدمة أشاوها بمؤونة الله مخافضة على حقها ذي الدرة وسورها فعملت بآية الله كما وردنها حملا خفيفا لا تجر ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقربت بروجي إلى عالم الشهادة لتنبس على هذا العالم قيود فضله وتنتشر به آشار مجر الصميم يا الله الصلاة والسلام على سيدنا وعلى نبينا محمد الرحيم وبارك على سبحانه Yeah.